She have the feeling to be high or up? Up, yes. Yeah. And now? وراء هاي الإصابة اللي صارت زوجي تخلى عني، يعني سبب الإصابة تفاجأت إنه طلاق. هاي اللي تفاجأت بيها يعني. فتركت إنه أشياء اللي مسؤولية الطلاق والهاي، استمرت بالإصابة مالتي، حاولت إنه أرجع حياتي كشغل عادي، يعني إنه ما واحد من يخسر شيء عضو من جسد، إنه هاي مو سهلة، شغلة صعبة يعني مريت بيها يعني تقريبا سنتين. أنا بعد الإصابة صار شوي عندي تغير بالحالة النفسية بالهذا، بعد مراجعتي هنا على المركز والأطراف صار عندي غير أمل، أملي أحسن تطور، يعني صار عندي أمل وأملي. قالوا لي علي بعد ما تلبس الأطراف وتاخذ وزنهن تمشي راح ترجع حياتك الطبيعية. So since we opened the center, we register in our center more than 950 patients. You have just to keep in mind that we are working in collaboration with Erbil and Sulaymaniyah Emergency. So all the patients that we cannot treat, we cannot fit it with prosthetic, as I told you, amputation, transfemoral or arms, we are referring them to Erbil or to emergency. لا لا ما ما عيال شوية سعد هناك يعني مرحلة تأهيل كيف التعامل مع البتر شلون راح نهيئه للمرحلة الثانية هي لبس الطرف الصناعي مرحلة التدريب مرحلة التدريب تحتاج إذا كان مريض جديد كان يحتاج لأسبوعين أو 10 أيام مرضى القدامى يحتاج فقط يومين للتدريب